نروح مع حضراتكم في فقراتنا النهارده. نبدأ معاكم منين؟ نبدأ معاكم من الغرائب. في الغرائب هنقف معاكم عند حاجة كده من الحاجات اللي فيها بعض الإصرار، وإزاي يكون عندك فكرة، هي حاجة حديثة مش حاجة قديمة زي ما بنسافر معاكم في الزمن كده، زي يكون عندك فكرة والفكرة دي تفضل تتبلور في دماغك وتشتغل عليها تدريب لأكتر من ممكن 12 سنة عشان في الآخر توصل إنها تكون حدث أو حاجة عالمية والناس تعترف بيها والناس تسقف لك عليها. النهاردة اخترنا لحضراتكم كتاب المحيطات. من هذا الكتاب، الكتاب ده صدر سنة 2017 في الولايات المتحدة الأمريكية لمجموعة من الكتاب، منهم أو باحثين أيضا، منهم كارولين يواكيم وريسا ووكر، دانيال سميث ومجموعة آخرين. والكتاب يعتبر بحث في كل ما يتعلق بالماء، بحث في الأسماك، في كل حاجة تتخيلها، وصولا إلى الموسيقى، العزف تحت الماء. طيب ايه الحكايه؟ الحكايه ان كان في فريق من الدنمارك، هذا الفريق كان تم تشكيله على يد عازفه اسمها ليلى او ليلي سكوفمنت. هذه السيده سكوفمنت دي صورتها، طبعا موضوع انتشر وحاجات كتير كده، الناس بدات تكتب وتدور وراها وتشوف وتحكي قصتها بعد الشهرة طبعا. لكن في البداية هذه السيدة فكرت كده بفكرة لطيفة جدا، كانت بتعزف وبتغني، صوتها حلو وبتتردد من مكان لمكان، بتنتقل من مسرح لمسرح. قالت أنا عايزة، وكان عندها شغف بالماء، كان عندها شغف بالأصوات اللي تحت المية. فكرت في يوم، ولما حكت بقى قصتها قالت أنا جبت في يوم كده إناء مليته مية، والإناء ده حطيت وشي فيه وقعدت يعني حاطة دماغي كلها في المية وقعدت أغني وأعمل أصوات عشان أشوف الصوت في المية هيبقى شكله إيه. قالت مع الوقت الفكرة كبرت في دماغي جدا، الكلام ده كان سنة 2004، نشوف التاريخ سنة 2004. قالت مع الوقت بدأت أفكر في الموضوع بشكل أكبر وبلوره، وبدأت تشوف إزاي ممكن تعزف تحت المية. كانت بتعزف الكمان، جابت كمان ونزلت في مكان فيه مية كده في بحر، وبدأت مع الغطس، وبرضو بقت تروح أماكن غطس وأحواض غطس وحاجات كده، تبدأ تعزف بالكمان تحت المية، تسمع الصوت اللي طالع وتتعلم إن نفسها يكون طويل وحاجات بالشكل ده. وبعدين اكتشفت بعد كام يوم ان الكمان باظ منها ومبقاش يصلح انها تكمل بيه، وان الموضوع هيبقى مكلف، كل كام يوم هتجيب كمان وحاجات كده. ففكرت قالت لا انا مش هشتغل لوحدي، انا هجيب مجموعه عندهم نفس الهوايه. فقامت باستقطاب مجموعه من المحيطين بيها من العازفين والفنانين، اقترحت عليهم الفكره وقالت لهم نتدرب عليها وهتبقى حاجه ناجحه جدا وهتقلب الدنيا يعني. بدأوا يتدربوا ويشتغلوا يجيبوا آلات، ولكن غيروا في الآلات الموسيقية بتاعتهم، فبدل الكمان بقوا يجيبوا حاجات تانية. المهم وصلوا في الآخر إلى أن هم اخترعوا كمان آلات تصدر أصوات تحت المية وتعمل موسيقى حقيقية رائعة جدا. طبعا مشكلة العزف تحت المية بطء الحركة، وكمان انتقال الصوت في المية بيحتاج طبعا تقنية يعني دقيقة جدا عشان الصوت يصدر زي ما هو مقصود، مكان معين لوضع الميكروفونات، حاجات من هذا القبيل عشان الصوت يطلع بالشكل اللي هو يعني ايه زي ما هم عايزين. اتدربوا لحد أول حفل عملوه. أول حفل كان سنة 2016. كام سنة المجموعة دي بتتدرب؟ حوالي 12 سنة. 12 سنة تدريب، 12 سنة بحث في اختراع أدوات تصلح للعزف تحت الماء. زي ما حضراتكم شايفين لازم تكون مثلا المطرقة اللي في إيديها الصغيرة دي بتقل معين، هنا الآلة دي عملوها بشكل معين عشان تخلي الصوت يطلع في المية، الميكروفونات تكون موجودة ومتركبة في مكان معين، يعني طبيعة حتى الحاجات اللي بيضربوا عليها أو بيعزفوا عليها لازم يكون لها ثقل وخامة ومادة معينة عشان تطلع الصوت في المية. الموضوع مش بس كده، الادوات بقى اللي هتنقل الصوت، ميكروفونات وغيره من حاجات هتتركب، تكون متركبه فين بالظبط، وحركه دماغ العازف اللي هيصدر صوت او هيعزف يكون ازاي، حاجه دقيقه جدا، مجهود كبير جدا، تعب كبير جدا، لحد ما هذه السيده سكوفمند والمجموعه اللي معاها قدروا ان هم يقدموا اول عرض ليهم سنه 2016. اول عرض ده لقى رواج كبير جدا،
الناس بدأت طبعا تتوافد عليهم، وطبعا وصل ان هم كمان قدموا حفلات في مهرجان سيدني للفنون العالمية، وبدأوا يقدموا المهرجانات، ينتقلوا من مكان لآخر، بدأ يجي لهم دعوات، جالهم تكريمات في أكتر من مكان، وتحولوا من حالة هم كانوا انفاق بقى، كانوا بيصرفوا على التعلم، وبيصرفوا على الحاجات اللي بيجربوها، بيصرفوا على الأدوات بتاعتهم والآلات الموسيقية، تحولوا إلى حالة ثراء كبير جدا، عوضوا فيه كل النفقات. وقالت هي في واحد من التصريحات بتاعتها انها عوضت، وده مذكور في الكتاب، عوضت سنوات البحث والشقاء والتعلم والتجربه، والمجموعه اللي معاها عوضوا كل ده نتيجه الثروه الطائله اللي عادت عليهم من العروض اللي بقوا بيقدموها. لحد النهارده بيتجولوا ويتنقلوا من مكان لاخر، عازفين تحت الماء موسيقى ومقاطع مختلفه، والناس بتروح عشان تشوفهم. والجميل كمان في الموضوع، طبعا الموضوع محتاج ان هم يفضلوا تحت الميه، يعلموا نفسهم النفس يكون طويل، يطلعوا مع بعض ياخدوا نفس وينزلوا تاني يعزفوا، ويكونوا لابسين يعني الاكسسوارز بتاعتهم والحاجات بتاعتهم الزينه، ويكونوا لابسين الفساتين واللبس بتاعهم اللي المفروض هم كعلى مسرح عادي بيعزفوا بيه. حاجه دقيقه جدا استدعت او خدت منهم مجهود كبير، لكن قدروا ينجحوا فيها في النهايه. اسمهم أكواسونيك، هذه الفرقة التي تعزف تحت الماء، أشهر وأول وأكبر فرقة للعزف تحت